ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الدرس ده هنشرح دوال الليفت والرايت والميد. طب عايزين نعرف هنستخدمهم امتى وايه الوقت اللي احنا ممكن نستخدمه في شغلنا فيه. طب لو عندنا جدول زي ده، وانا هنا مثلا عايزه اجيب الايريا كود، طب يعني ايه الايريا كود؟ انا عايزه اجيب الكود بتاعي بتاع الفون اللي هو الارقام دي. طب الارقام دي من اتجاه الشمال ولا اليمين؟ لا، هنا الليفت الشمال. ده لو ما من اتجاه الشمال فانا ساعتها هستخدم له داله الليفت. هكتب ليفت، كل اللي انا هعمله هقول يساوي وليفت، وهنا يقول لي التكست. فين التكست بتاعك؟ ان انا احدد له التكست بتاعي. طب وبعد كده سيمي كولون ويقول لي الرقم. طب انا هنا هعد الليفت، انا عايزه الكود كله اللي هو القوس ده جوه القوس. طب يبقى القوس بعد واحد، وادي هنا 5 2 3 4 5. فانا ساعتها هعد له كام رقم؟ انا عايز يحط لي كام؟ 5 ارقام. فاجي هنا واكتب 5 وادوس انتر، فيبتدي يجيب لي الكود، وبعد كده ابتدي ايه اسحب للاخر. طب هنا في الكود، هنا انا عايزه، هنا في الكود ده انا عايزه اخد الارقام دي. طب الارقام دول كام؟ ادي 1 2 3 4. طب ال4 ارقام دول من اتجاه الشمال ولا اليمين؟ لا، هما من اتجاه اليمين. طالما من اتجاه اليمين فانا ساعتها وعايزه ال4 ارقام دول، فهستخدم داله الرايت. كل اللي انا هعمله هقول يساوي وهعمل رايت. طب هنا رايت هيقول لي التكست بتاعك اللي هو ايه، هيبقى B5. يبقى احدد له B5، وبعد كده اعمل سيمي كولون، وبعد كده هبتدي اعد الارقام بتاعتي. ادي 1 2 3 كام 4. فكل اللي انا هعمله هكتب كام؟ هكتب 4 وادوس انتر. طب خلاص، يبقى خد لي الارقام دي، وبعد كده اجي هنا وبعمل ايه، هقوم اسحب. طب هنا المانس، انا هنا لو في الجدول ده في الديت هنا انا عايز المانس، عايز المانس يعني عايز احط ايه الشهور. طب انا عشان احط الشهور، فين الشهر بالنسبه لي؟ الشهر اللي هو ايه، من اول ايه، يناير او اكتوبر. طب عشان يحط الشهر ده، هو الشهر ده ايه، في المنتصف. طالما في المنتصف فانا في الحاله دي هستخدم داله ايه، هستخدم داله الميد. يبقى هيقول يساوي وهقول ميد وادوس كليك مرتين. طب هيقول لي التكست، التكست بتاعي اللي هو ده. طب هنا في التكست هيقول لي ستارت نمبر اللي هو الشهر بتاعي. شهر هنا جان اللي هو ايه، بيبتدي من كام، من امتى، او من الحرف اللي هيبتدي فيه. انا هبتدي اعد اقول له 1 2 3 4، والمسافة بعدها يعني انا الفاصلة بعدها والمسافة بعدها، يبقى 5. طب واول الحرف يبقى كده كام؟ 6. يبقى هكتب له ان انا كام، يبقى بدايتي من 6، يبقى اكتب له 6. طب وبعد كده هو بيقول لي انت هتكتب بدايتك من 6، يعني انا هبتدي من هنا. طب انا عايز كم حرف يبتدي يكتبه لي؟ طب انا هنا الشهر هو كم حرف؟ اعد ان الشهر بتاعي ادي 1 ادي 2 ادي 3. فكل اللي انا هكتبه هكتب ايه، هكتب 3 وادوس انتر، فيطلع لي ايه اللي هي الشهور بتاعتي. طب نيجي نسحب، يطلع لي اكتوبر وجان ومارس وكل بقى الشهور. يبقى انا هنا كل اللي انا بعمله في داله الميد، انا بشوف انا هبتدي منين، والمسافه او الفاصله سوري بحسبها بواحد، والمسافه برضو بحسبها بواحد، واشوف البدايه بتاعتي خلاص كانوا 6. طب انت عايز كام حرف؟ فانا عايز 3 حروف، يبقى ابتدي اكتب له ايه التلات حروف بتاعي. يبقى كل اللي احنا بنعرفه، بنعرف اسم الداله، وبعد كده نبتدي نشوف على البوكس بتاعي اللي بيظهر لي انا همشي الداله ازاي. طب هنا بالنسبه للير، انا هنا طيب عايز عدد السنين. طب من غير ما نعرف انا عدد السنين هنا هي هتبقى ايه، هنا انا بدايتي هنا من الشمال ولا من اليمين ولا في النص؟ لا، انا بدايتي من اليمين، صح؟ يبقى بدايتي من اليمين رايت، يبقى ساعتها استخدم داله ايه هنا، يبقى استخدم له داله رايت. يبقى هنا طالما انت عايز السنين يبقى هقول له رايت. بعد كده هبتدي احدد التكست بتاعي، وبعد كده هنعمل سيمي كولون. طب انت عايز السنين بتاعتك، طب عد السنين، ادي 1 ادي 2 ادي كام 3 4. يبقى ساعتها هكتب ايه 4 وادوس انتر، فيطلع لي ايه هنا السنين بتاعتي، وابتدي ايه اسحب للاخر. كده احنا عرفنا ايه الفرق ما بين دوال الليفت والرايت والميد، وهي من الدوال المهمة جدا اللي لازم نعرف استخداماتها امتى نستخدمها بالظبط.